أنتقل الآن إلى الحدود السورية التركية عبر سكايب مع مدير شبكة ديري نيوز الإخبارية عامر هويدي. أستاذ عامر مساء الخير، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ معك من الشق الأول لهذا الملف، وهو ما يقوم به داعش فيما يخص عملية فراره. أصبح يلجأ إلى بطاقات شخصية مزورة لكي يفر من دير الزور مع اقتراب نهاية هذه المعركة أيضا، وتجري فيها معارك من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف. صورة ما حصل وكيف تم كشف ذلك؟ كيف تم كشف هؤلاء الأفراد من مقاتلي داعش؟ نعم، أولا تحياتي لك خديجة ولكل متابعي الآن. حقيقة ما ذكرتموه كان ملخصا لما نوثقه نحن بشكل يومي، يعني نحن كشبكة إعلامية مهتمة بنقل واقع محافظة دير الزور بشكل خاص والمنطقة الشرقية والجزيرة بشكل عام، نؤكد بوصول عناصر وقادة من تنظيم داعش بشكل يومي إلى شمال سوريا، أو حتى البعض يفر عن طرق التهريب إلى تركيا، أو حتى في بعض الأحيان إلى مناطق في كردستان العراق وغيرها من المناطق الواقعة خارج سيطرة التنظيم، إن كان على الحدود السورية العراقية أو في بعض الأحيان إلى بعض أماكن البادية في البوكمال. وكذلك الأمر هناك حالة الفرار الداخلي والتي تحدثنا عنها في البداية، الانتقال إلى مناطق ذكرتموها أنتم، مناطق درع الفرات أو مناطق تواجد كتائب للجيش السوري الحر بشكل يومي على صفحاتنا، على صفحات التواصل طيب الاجتماعي. كيف توثقون ذلك؟ يعني كيف تمت عملية التوثيق؟ كيف قمتم بكشف هؤلاء؟ نعم، من خلال راصدينا على الأراضي السورية وممن استاءوا من تصرفات تنظيم داعش، وكان تنظيم داعش سببا بخروجهم من مناطقهم، أقصد هنا يعني بعض الثوار أو بعض يعني مقاتلي الجيش السوري الحر المتعاونين مع شبكاتنا الإعلامية يقومون برصد التحركات، فعندما يدخل أحد عناصر تنظيم داعش ويتم احتجازه مثلا من بعض الحواجز فيتم تصويره وتوثيق اسمه، فنقارن اسم هذا الشخص مع ما فعله خلال مسيرته مع تنظيم داعش، وبعد ذلك نحن كشبكات نقوم بتعميم هذا الاسم. نعم. طيب. على الحدود السورية التركية. نعم. بطاقات شخصية مزورة، معلومات لديكم عن هذه البطاقات، كيف يحصل عليها داعش؟ هل يتم سرقتها، يقوم بسرقتها من المدنيين، يقوم بتزويرها، كيف يتم ذلك؟ طبعا تنظيم داعش له اختصاص في تزوير البطاقات الشخصية، رصدنا عدد من بطاقات شخصية مزورة تحمل أسماء مشابهة لأسماء أقارب هؤلاء الفارين، يعني التنظيم أو الحواجز على الطرقات تعلم بأن فلان هو المطلوب وليس شقيقه أو ابن عمه أو غير ذلك، فيستخدمون بطاقات شخصية مزورة أو يكونون قد استولوا عليها من منازل بعض المدنيين تكون شبيهة بالشخصيات الفارة فيتم القبض عليهم. يعني لم تنطلي مؤخرا البطاقات المزورة، ناهيك عن تعميم الأسماء على الحدود السورية التركية. يوم الأمس كان هناك حملة قوية للحكومة التركية والأمن التركي، قام باعتقال العشرات في مدن عدة بناء على المعلومات التي نشرناها على صفحاتنا. طيب وسائل الهروب التي يتبعونها، يعني هل يقومون يعني بالهرب ومع مجموعة من المدنيين أم كيف وسائل الهروب؟ وسائل الهروب تعتمد على التنكر بالانخراط بصفوف المدنيين في بعض الأحيان، وصلت بهم يعني الحد إلى أنهم يقومون بلبس الزي النسائي. ناهيك عن أننا رصدنا يوم الأمس ونشرنا 20 صورة لعشرون داعشي من عناصر تنظيم داعش يحاولون الدخول الآن إلى مدينة حلب، نشرنا صورهم كيف يريدون الدخول بالزي النسائي، وأحد عناصر تنظيم داعش المتواجدين معهم كان هو العين على هؤلاء، فتم تصويرهم ورصدهم وتعميم صورهم على الحواجز، أي أن آخر ما توصل إليه تنظيم داعش الذي أرهب العالم ببطولاته أن يقلد زي النساء للمرور عبر حواجز الجيش السوري الحر. طيب. نعم. ماذا بالنسبة لموضوع الغرامات المالية التي يفرضها داعش على الفارين من دير الزور من المدنيين ما يعادل 200 دولار؟ يعني ما توثيقاتكم في هذا الموضوع؟ صحيح، هذه قرارات متجددة يعني قديمة جديدة، كل يوم هناك قرار جديد لتنظيم داعش بهذا الخصوص، بدأ ب100,000 ليرة سورية واعتقال المخالف إلى دورات استتابة وغير ذلك، ولكن بسبب الضيق والقصف
العنيف من قبل طيران التحالف وبعض القوى المشاركة مع النظام السوري، فلم يلجأ الآن التنظيم إلا إلى جمع المال من خلال هذه العقوبات وترهيب الأهالي، فالأهالي يقولون بأنهم عندما يتم القبض عليهم نعم ويدفعون ال200 دولار أفضل من أن يتم القضاء عليهم بألغام زرعها تنظيم داعش لمنع الأهالي من الخروج من مناطق سيطرته، ليعتمد عليهم كدروع بشرية أغلب الأحيان ويتبجح عندما يقصفهم طيران التحالف أو غير ذلك بالخطأ. نعم، شكرا لك السيد عامر هويدي مدير شبكة ديري نيوز الإخبارية، كنت معنا عبر سكايب من الحدود السورية التركية.